ألعب بك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء، خسر هند وخسر الكنز وخسر مهابته بين الناس وفضيحتاه. صهن يا امرأة، صهن. اللات والعزة لن أترك ثأري أبدا. تظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا، كليبة أنا، كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند حشاشة القلب وسيعرف سر الكنز. منذ أن نزل المدينة وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن أقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مغلتيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلا بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم وسأقنعهم بأن هريزة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق بذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. أيحك يا لمبي، فزت بالكنز أبو عرس هند الليل. لا عليك، لا عليك يا زيدون، يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. بص هجل هيتحل تحت الرجلين. مرحبا مرحبا. ابو منة
على دماغ ابو منى اللي انت بتعمله ده. انا مش انا شايف وبصاص يعني. نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منك وسعيد هتتفرج على الدبايح. يا رجاله منورين. مرحبا مرحبا. الله يخليك الله يخليك. مرحبا يا حاجه هريسه. ايه اللي ما شفنا نقطه نازله ولا اي حاجه؟ الفرح الناشب ده. اني احقد عليك لكنني اهنئك. اتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك وان تموت قبل ان تهنأ بها. انني اريد ان اقتلك. نعم اريد ان اقتلك، لكن عيني هن تمنعني. عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون. انا مش بص مش هطول معاك عشان انت شكلك سكران، انما انا ممكن اقوم اعلم عليكم بمنتهى البساطه وكده يبقى مات الكلام. انما انا بكره الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي هطول حته جبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحوطه. والان مع نزال السيوف احتفالا بعرس الليمبي. ما كنت خلص الناس دي. ده شبطانين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه؟ ولا السيوف دي اتعرف في كبده مصق مصق. قتله يا نهار اسود يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وافراحنا يا لمبي، ويجب ان يكون هناك قتلى. قتلى؟ نعم قتلى. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده. اقطعي علاقتك بيها. ماذا زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا وعشرون امرأة ونعجتان. نعجتان وخمسون عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده، فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي، ننقط. انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والوجبات دي، يضيف فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيله الجمال. بخن بخن. مباركا يا لمبي. مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان. ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين عم ابو ذهب. يا قوم يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم؟ انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له دروه عشان يخش فيها؟ انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا لمبي الى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج. احنا لسه احنا مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش يعني مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض. ها؟ وابقى عريس. اللي بقى عريس.
أجل وأنا أيضا لا أصدق أنني عروس. لماذا؟ هند عروس؟ أنت تسأل أن أنت تبقى عروسة؟ أنه منا صعب عليه أن أنا أبقى عريس. أنا تعبت أقول أنه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الأفراح بس أوجب وأمشي. كنت أخش كده أبص على العريس والعروشة والمعدن في البكوسة واحد عليهم، كنت أقول أنت أنا هتزوج أنا كمان وأقعد في البكوسة زيهم. بس يعني جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى انت ايه بقى كلمين انت بقى عن كده جوه نفسية يعني خير في سلامة وسلامة في خير سلامة ليه؟ انا بقول لك انت جوه يعني خرج اللي جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعدعي يعني انت بعدعي ماذا تريدين انت بعدعي أجل إحساس الآن وأمس أجل هو إحساس الآن وأمس يا لمبي أيوه هو ده شو لقد كنت فتاة بلا قلب بلا مشاعر بلا حنين وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين يا لمبي يا منى قلبت امسية دينية كده ليه؟ يا ستة ده انا لو عنتحن عربي مش هسمع الكلام باللغة العربية ده كله. انا اريد ان انا اتزوجك العب معاك عريس وعروسة. فهمتك ولكن هناك شروط. انا فاهم دي كله بيحب قوي دينا النور والمشعل دي النور مطفي النور أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم أتقصد المشعل؟ المشعل أقصد المشعل وبعد مشعل في الطوابق وبعد كده صفت اللبن خلاص اللي جابوا أمي بقى خير في سلامة وسلامة في خير الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة يا ستة إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض لا 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 استغفر الله العظيم يا رب تمام انت اللي منحس الليلة انت بتعيط ليه دلوقتي ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم امك كمان معانا في الليلة اللي زي دي لماذا كانت ستبيت معنا تبيض معنا ما هي مش ناقصه الا البيض تبيض يعني ايه تبيض معنا ستبيت معنا في هذه الليلة ايوه وتشاهد ما نفعله وكيف نصنع طفلنا ايوه وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء تحكي للقبيلة كل شيء نعم هذا اساس ان هي بتنقل نهائي كاس العالم وامها حياتي حياتي وامها ايوه حياتي كده ويسمعوا ان في راجل جوه اي حاجه نداري بيها عارنا اللي احنا فيه يا بنت اهدي يا بنت اهدي اهدي انا هقول لك على حاجه بنت يا بنت يجب ان انت تهب عليا وانا اهب عليك لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب خير في سلامه نعلمتني ام سلامك يا بنت اهدي امشي بقى واعي يا بنت عرف انا هاخد الراجل ده واقعد معاه ماشي هو ده اللي هقضي الليلة معاه يا حبيبي